إن شاء الله يعني تمر هذه الساعة بدون مشاكل تقنية لصعوبة التواصل عبر سكايب والتليفون بالجزائر، لا أدري لماذا، لكن أريد أن أبدأ بالسؤال التالي. يعني جرت الكثير من الأحداث منذ 1990، إجراء الانتخابات البلدية في الجزائر وفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لغاية إقالة الشادي بن جديد. العنوان الأبرز أنه هذه الجبهة خلال تلك المدة وأثناء الاعتصام احتجاجا على قانون انتخابات لم تكن لترضى به، طورت خطابا متطرفا أخاف متخذ القرار آنذاك وأخاف الخصوم السياسيين أيضا، فجاء القرار من عند هؤلاء كلهم بأن يوقفوا المسار الديمقراطي لكي يجنبوا البلاد ويلات ما كان ممكن أن يحصل لهم لو أنكم وصلتم الدور الثاني وربما تحصلتم على الرئاسة فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل شيخ. أولا وقبل كل شيء أبارك لهذه القناة التي دخلت ديارنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون قناة لجميع الشعب الجزائري بجميع شرائحه، وأن يسمع فيها صوت المقهور والممنوع على اختلاف الاتجاهات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحكم سعة الصدر للنقد والانتقاد. أما فيما يخص السؤال الذي طرحتموه، أولا ينبغي على العام والخاص أن يعرف أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ جبهة اكتسبت الشرعية القانونية باعتمادها، واكتسبت الشرعية الشعبية عن طريق الانتخابات والصندوق الشفاف في البلديات والانتخابات التشريعية. أما ما يشاع وما يذاع هنا وهناك ما هي إلا تبريرات لمصادرة اختيار الشعب الذي اختار مشروعا واضحا بينا وسمع خطابه وزكاه مرتين اثنتين. فكل ما يقال وما يشاع لا أساس له من الصحة. طيب، بعض ما يقال شيخ ليست فقط إشاعات، هي عبارة عن معلومات متوفرة لدى هؤلاء، وأنت أكيد قرأت مذكرات خالد نزار، علي هارون، ما تحدث به رضا مالك، كل من شارك في اتخاذ ذلك القرار لديهم ملفات ولديهم تسجيلات لكم وللكثير من القيادات المحلية والولائية التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان يبدو لمن اتخذ قرار توقيف المسار الديمقراطي أن كل هذا التصريحات التي بدت منكم أنتم شخصيا ومن الكثير من القيادات والتي وصفوها بالتصريحات المتطرفة والداعية إلى حمل السلاح، إلى الاستعداد لحمل السلاح ومواجهة قوة الأمن، التبشير أو تبشير الجزائريين بأنه بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيكون هناك حالة من الحساب والعقاب، كل هذه الأمور هي مسجلة وعندهم، يعني ليست قضية إشاعات فقط. يعني هب أن الأمر كما تقول أو كما يقولون أو كما يسجلون، هل هذا الأمر يستوجب نزع الشرعية عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفتح البلاد على المجهول وإراقة الدماء وسجن الأبرياء ومساهمة البيوت وخطف الأبرياء وتعذيبهم شر تعذيب؟ هل هذا يعني هل لمجرد تصريحات قيلت هنا وهناك تفتح البلاد على هذا على هذه المأساة الكبرى التي لم نخرج منها إلى يوم الناس هذا؟ هذه كلها تعليلات، والمسؤولية ينبغي علينا أن نعرف المسؤولية لا يحددها لا الإعلام ولا الأحزاب ولا طرف من الأطراف، لا نحن ولا هم ولا غيرهم. الذي يحدد المسؤولية هو القضاء.
فنحن مستعدون للمثول أمام قضاء شرعي أو قضاء أمام محكمة دولية أو محكمة وطنية حيادية غير عسكرية تتوفر فيها جميع الضمانات للسماع لجميع الأطراف، هذا الطرف وذلك الطرف. فالمسؤولية يحددها القضاء بعد سماع جميع الأطراف دون تغييب. أما أن يحدد المسؤولية الإعلام وتغييب الطرف الثاني وعدم سماع حجته وأدلته، أو يكون القمع هو السبيل الوحيد للإدانة، فهذا أمر في الحقيقة لا يقدم عليه إلا أهل الاستبداد والطغيان في البلاد. طيب شيخ، كل هذه الأطراف من خلال مذكرات وتصريحات للتلفزيونات الغربية وأيضا التلفزيون الوطني خلال السنوات الماضية أعطوا قراءتهم للأحداث، كيف تطورت الأحداث ولماذا وصلوا إلى هذا القرار؟ لك الفرصة الآن، أريد أن أسألك يعني ما الذي حدث فعلا، ما هي المعلومات التي لا يعرفها الجزائريون يعني، وطورت الأمر حتى جعلت من هذه الناس بعدما كانوا متفقين على قواعد لعبة معينة وعارفين أن أنتم جبهة الإسلامية للإنقاذ حزب قوي في البلاد وتشاركوا في الانتخابات وفزتم في الانتخابات البلدية، ما الذي حدث فعلا؟ ما الذي جرى بينكم وبين شادي بن جديد، بينكم وبين حمروش؟ ما هي ربما الحلقات المفقودة في هذا في هذا العقد كله اللي ممكن أنت كمسؤول وكنت في موقع حساس من ما حدث أن تسمح للجزائريين حتى يفهموا يعني ما الذي حدث بالضبط؟ أولا لا يخفى عليك أن 20 سنة لا يمكن تلخيصها في ساعة، وليس كل ما يعرف يقال، وإنما أعطيك زبدة القول في هذا المجال الذي طرحتموه. وقد من كان العرب يقولون خير الكلام ما قل ودل، إلا إذا كان هنالك مذكرات أخرى ستكتب إن شاء الله فيما يستقبل من الأيام، تكون فيها التفاصيل والتوثيق والتاريخ إلى آخره. لكن حاصل القول أن الذين أقدموا على مصادرة اختيار الشعب هم مجرمون بنص الدستور والقوانين السارية المفعول في ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. وكان الواجب يعني الدستور يمنح رئيس الجمهورية إذا وقع انحراف عند تنصيب البرلمان فإنه يستطيع أن يحل البرلمان، ولكن هؤلاء أدركوا بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستحصل على الأغلبية وبالتالي ستجعل مشروعها حيز التنفيذ بكل سهولة وبكل يسر. وأكبر دليل على ذلك أن وزير الدفاع في ذلك الوقت صرح وقال لو حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 30% لتركناها. إذن فالقضية ليست قضية تصريحات ولا قضية هذه الإشاعات التي تروج هنا وهناك، الخوف كل الخوف من أن تكون الجبهة الإسلامية للإنقاذ لها الكلمة العليا في البرلمان بقدرة الأغلبية التي تحوزها. إذن معنى ذلك أن النظام السياسي يريد أحزابا في البرلمان لا تشكل أغلبية وإنما مفتتة ليتصرف فيها ويعمل بها كما يحب، كما هو الحال في البرلمانات التي جاءت بعد مصادرة اختيار الشعب، عبارة عن دماء وبرلمانات فاقدة للشرعية وفاقدة للمشروعية. وحتى من داخل البرلمان هنالك من يقول هذا البرلمان فاقد للشرعية. إذن فنحن الآن الجبهة الإسلامية صارت مسارا سياسيا وكانت تعمل في إطار الدستور وقوانين الجمهورية وبالصندوق الشفاف ووثائق الدولة، تشهد على أنها حازت الانتصار المرة الأولى والمرة الثانية بكل وضوح وبكل جلاء. وإنما وقع الانقلاب من طرف عصابة الجنرالات الذين اغتصبوا الإرادة الشعبية واتخذوا الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية دروعا بشرية واختفوا من ورائها من أجل تحقيق مصالحهم.
لنقل هل بعد إيقاف الجبهة الإسلامية للإنقاذ سجن قيادة الجبهة الإسلامية وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومصادرة اختيار الشعب وحل المجالس البلدية والولائية هل الجزائر الآن بخير؟ هذا هو السؤال المطروح. طيب سنأتي إليه، لا سنأتي إليه، يعني ما زال عندنا وقت، سنأتي إلى هذه النقطة. أريد فقط أن أعود بك يعني 20 سنة. والله يبارك، يعني كنت شاب في هذاك الوقت وكنت يعني تنشط التجمعات الكبيرة، وأكيد أنك تعيد مشاهدة ما كنت تتحدث به شيخ علي بالحاج في تلك التجمعات، وهي مسجلة وموجودة لديكم. هناك من قال بأنه صحيح أن حزب جبهة يعني الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب كبير وفاز بالانتخابات بطريقة اعترف بها حتى النظام والسلطة الحاكمة آنذاك وبطريقة قانونية، لكن سياسيا كان هناك خلل في الخطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنه كيف يعني تخيفون الأطراف الأخرى، يعني كيف تطورون خطابا يخيف الآخر ويخيف من لا زالت لديه السلطة، وبالتالي تعطوه المبرر أنه يتخذ ضدكم قرار. يعني مع مراجعة 20 سنة للوراء، ألا تعتقدون بأنكم أخطأتم سياسيا في هذه النقطة؟ خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان واضحا وكان صريحا ومباشرا، واختاره الشعب. نعم. والشعب سيد في اختياره. نعم. ليس هنالك وصايا على الشعب الجزائري. الخطاب كان يخيف أذناب فرنسا وجنرالات فرنسا، هذا نعم يخيف أصحاب المصالح، يخيف فرنسا، يخيف الغرب، هذا صحيح. ولكن ما الحيلة؟ ما الحيلة في ذلك؟ هل نحن حزب سياسي نريد أن نرضي جنرالات فرنسا أو نريد أن نرضي الغرب؟ نحن لنا طرحنا ومشروعنا وقدمناه إلى الشعب الجزائري، ولم نرفع سيفا ولم نقم بالانتخابات لا في الجبال ولا في الأودية ولا في المريخ، كن تحت نظري وسمع هذه الدولة، والشعب هو الذي زكى هذا الخطاب. ولذلك نحن نقول أن هذه الأمور في الحقيقة كلها عبارة عن أكاذيب. نعم. يخيف الجنرالات طبعا. نعم، نحن كنا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ نقول أننا سنقيم دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة والشريعة الإسلامية. إذا كان هذا النظام، إذا كان هذا الخطاب الشرعي يخيف النظام فليكن. طيب يعني أنا يعني نزيد نعطي الملاحظة اللي موجودة عندهم، أنه قول الجبهة الإسلامية للإنقاذ صوت عليها الشعب، قالوا أنه هذا فيه تحفظ أيضا، لأنه من صوت حينها تقريبا 3 ملايين ناخب، وكانت تصويت كانت مقاطعة كبيرة في ذلك الوقت، وأيضا أن التخويف لم يكن موجها أيضا، أو من خاف ليس فقط يعني من كان يتخذ القرار أو صاحب السلطة آنذاك أو جنرالات أو رئاسة أو حكومة أو أصحاب رجال أعمال، بل قطاع كبير من الشعب خاف من ذلك الخطاب الذي تتحدثون عنه، وقضية الدولة الإسلامية وتطبيق الدولة الإسلامية وعليها نحيا وعليها نموت وكل هذه الخطابات. أنا أريد فقط أن أناقش هذه النقطة، أنه كانت هناك مقاطعة لهذه الانتخابات، كان هو قطاع من الشعب أيضا كان يخاف من ذلك الخطاب، وربما السبب أنه سكت بعد ذلك، سكت على كل الانتهاكات، وربما تورط مع من أوقف المسار الديمقراطي. كيف تردون على كلام بهذا الشكل؟ أولا هنالك قضايا مبدئية ينبغي أن يسلم بها الجميع. نعم. إذا كان الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ذلك الوقت حصلت على أكثر من 3 ملايين، الائتلاف الثلاثي في 2007 على كم حصل؟ الائتلاف الثلاثي على أقل من 2 مليونين، رغم أن إذن أيهما أولى بالمصادرة بالإيقاف؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك قواعد، هذه القواعد ليس فيها نص لعدد الذين يقاطعون أو لا يقاطعون. المهم أن النتائج التي حصلت عليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت واضحة وكانت
تخولها أن تكون هي الأغلبية في البرلمان. أما قراءات الناس للأرقام، نحن نرى الآن في تونس كيف يقرؤون. هناك من عندما لم يختارهم الشعب، يعني سفه الشعب وسفه أحلامه، وقالوا في الشعب ما لم يقل مالك في الخمر كما يقال. إذن فهذه في الحقيقة القراءات بعد الفوز لا قيمة لها، الناس أحرار في قراءاتهم. المهم أن الصندوق في ذلك الوقت هذه النتيجة تعطي للجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تحكم. الآن الناس بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ كل واحد له قراءة له ذلك، ثم ليس هنالك من منع الناس من أن يشاركوا في الانتخابات. طيب، إذن كان الواجب عليهم أن يستدركوا ذلك في دورة أخرى لا أكثر ولا أقل، ويزيحوا الجبهة الإسلامية كما جاءت بالصندوق يزيحونها بالصندوق ما دامت الكلمة للصندوق والشعب سيد في اختياره. طيب أنا أريد، طيب هذا المدخل السياسي وبعض الأسئلة المتعلقة بما حدث ومسؤولية السياسية وقضية تطوير الخطاب، و كنت حاب نسمع منك أيضا رد على من يقول بأنه يعني من صوت ليس كل الشعب، وسمعت إلى رأيك. أريد أن أعود إلى نقطة أثارها أيضا الجنرال خالد نزار، حمروش، غزالي فيما بعد، وهم رؤساء حكومات. يعني حمروش كان أيام الاعتصام وجاء من بعده سيد أحمد غزالي. اتخاذ القرار بالاعتصام في الساحات والتشدد فيه وإعطاء الصبغة المفتوحة وما صاحبه من خطابات وصفت بالنارية والمتطرفة والمخيفة أيضا لقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعطت مبرر للحكومة آنذاك، وحسب رواية خالد النزار أنه تلقى الضوء الأخضر من حمروش أنه يتصرف، وتم اعتقالكم، وبدأ من ذلك اليوم أن الجزائر داخلة في مشهد رعب. لماذا قرار الاعتصام المفتوح مع أنه جاءتكم الكثير من النصائح بأن تجعلوه محدد أو يعني بشكل آخر غير أنه يكون بتلك الطريقة؟ يا أخي، نحن دخلنا العمل السياسي ونعرف وسائله. نعم. وسائل العمل السياسي أن الاعتصام عبارة عن عمل سلمي سياسي، وتصريحاتنا في ذلك الوقت تدل على ذلك لمن راجعها وعاد إليها. نحن قمنا باعتصام سلمي سياسي أكثر من 15 يوما لم يحدث فيها أي قلاقل أو زلازل، وكل الناس يعرف هذا. لولا تدخل الدرك في 4 أجواء وقتل الناس في ساحة أول ماي غدرا وليلا كما يعرف الجميع، وحمروش في حد ذاته عندما جاء إلى المحكمة العسكرية في البوليدة والتقينا به عند قاضي التحقيق، قال أنا قدمت الاستقالة يوم 2 والضرب وقع يوم 4، من الذي اتخذ القرار بإطلاق النار على المعتصمين في ساحة أول ماي؟ هذا سؤال ينبغي أن يحقق فيه إلى يوم الناس هذا. والذين قتلوا في ذلك الوقت، هؤلاء قتلوا غدرا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل المصلين كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن قمنا بعمل. أنا أناقشك في قضايا مبدئية. طيب، عندما يفرز الصندوق أناس معينين، الناس أحرار في القراءات، قراءة الأرقام، قراءة كذا، أحرار. المهم هنالك شيء ينبغي أن نسلم به، نحن هم الفائزون في ذلك الوقت. هذه القراءة الوحيدة، تماما مثل النهضة. النهضة مهما قالوا على الناس، ومهما قالوا أمية، ومهما قالوا كذا، ومهما قالوا كذا، الصندوق أفرزهم وانتهى الأمر. وكذلك كما حدث في المغرب لحزب العدالة، نفس الشيء، عندما يختار الصندوق يصبح الأول هو الذي له سلطة القرار كما هو معروف. أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ فقد كانت صاحبة الأغلبية، وبالتالي هذا هو الذي سبب إحراز للنظام. إذن نحن قمنا بعمل اعتصام، وهذا عمل مشروع شرعا وقانونا،
ودستورا حتى بالمواثيق الدولية لاعتصامات السلمية من حقها ومن حق السلطة أن تراقب وأن تعطي أن تحافظ على المعتصمين وأن تحافظ على نشاطهم وهم يؤدون شريطة ألا يكسروا أو ألا يهدموا وانتهت القضية. وحتى إذا وقع هناك تجاوزات لا يمكن حل الحزب وإنما يلقى القبض على من كسر أو كذا ثم يقدم إلى العدالة. أما أن تجاوزات معينة يعني نزيح حزب بأكمله وندخل قادته إلى السجن ونحل الحزب بأكمله فهذا جرم ما بعده جرم وجريمة ما بعدها جريمة. ثم أقول لك عن نزار أيضا كلمة. نعم أنا لا أتحدث عن نزار كشخص، أنا أتحدث عن نزار كمسؤول. ونزار هو في حد ذاته كما هو معروف القوانين الاعتراف سيد الأدلة، هو يعترف في مواطن كثيرة في مذكراته في تصريحاته على أنه هو الذي أوقف المسار الانتخابي. هو قال بعظمة لسانه: أنا الذي أعطيت أمرا لإلقاء القبض على الشيخ عباس مدني أطال الله في عمره وعلى علي على هذا العبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى. قال وليس هناك يعني ليس هنالك عدالة وليس هنالك قانون، يعني هو يتصرف في البلاد كما يشاء. إذن فهذا الرجل الحقيقة الآن هو مطارد في العدالة في خارجيا. أما العبد الضعيف لو أعطي لي جواز السفر فإنني أستطيع أن أذهب إلى أي دولة، وما أظن أن هنالك من سيرفع علي دعوى لأنني لم أقترف جرما ولم أقتل أحدا ولم أقترف جريمة. نعم خطابنا واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والشعب الجزائري شعب مسلم واختار الإسلام، ولو عادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فإن الشعب الجزائري سيختار الإسلام. والحمد لله رب العالمين، الآن نرى الثورات التي أطاحت بالديكتاتوريين والمستبدين ليست ببعيدة عن الجزائر. طيب يعني شيخ علي بالحاج أنا سأناقشك يعني في هذه النقطة، ربما أعطيك بعض الدقائق، أنه لو عادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الآن، ربما أنا لمست من إجابتك أنه متأكد أنه راح تفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ لو أجريت انتخابات الآن. هناك الكثير من يشكك في هذه المقولة لاعتبارات سأناقشها بعد الفاصل، وهي مسؤولية الدم الذي يريد البعض ويتحدث بها البعض الآخر صراحة بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كقيادة وكقيادات محلية وولائية متورطة فيها، أيضا متورط فيها الخطاب والفتاوى التي كانت تصدر آنذاك. سأتناول معك هذا الموضوع بعدما تحدثنا عن قضية المسؤولية السياسية، وقد أجبتم على أسئلة الشطر الأول. إذا مشاهدي الأعزاء بعد فاصل قصير نتحدث مع الشيخ علي بالعاج حول مسؤولية الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما حدث بعد من مجازر، هل تتحمل الجبهة كحزب وكقيادات مسؤولية فيه؟ سنسأل هذا السؤال إلى الشيخ علي بالحاج. فاصل ونواصل النقاش. يقع الحدث فنبحث في خلفياته ونستشرف تداعياته، الحدث المغاربي يوميا الساعة 6 بتوقيت غرينتش.
السادة في سيادتي بالنتائج الجزئية التي وصلتنا. المغاربية حين لا يكون للحرية سقف. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة المغاربية في لندن لذكرى توقيف المسار الديمقراطي في الجزائر عام 1992. وأرحب مرة أخرى بضيفي عبر خدمة سكايب من الجزائر، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بالحاج. أرحب بك شيخ علي مرة أخرى في هذه التغطية. وأريد أن يعني إن كنت تسمعني شيخ. أسمعك. طيب، أنا أريد أن أحيل إليك كلمة قلتها في الفقرة الأولى، وليكن ذلك، اعتقلتم وحلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعذب بعضكم واعتقل البعض الآخر وليكن ذلك. هل يعني تساهل الأمر أنه بعد ذلك يقتل 250 ألف جزائري ويشرد مئات الآلاف ويتأثر الملايين بذلك؟ وأنا أطرح هذا السؤال ليس لتحميلكم المسؤولية عن ذلك، لكن أقول كما قال الجنرال خالد الزار: لا يوجد إلا الجبهة الإسلامية الإنقاذ التي تقتل، ولا أحد يقتل. يا بيرسون كيتو، يا كل فيس كيتو، وقالها باللغة الفرنسية، لذلك أريد أن أعيدها. فما رأيك في هذا القول؟ أرجو أن لا أكون في قفص الاتهام. لا لا لا، أنا فقط أحيل أسئلة هي مطروحة وأعطيك الفرصة الكاملة للإجابة. أولا وقبل كل شيء، أنا على كل حال كنت في محكمة عسكرية وأخذت مدة السجن 12 سنة، قضيتها كاملة غير منقوصة، ثم أردفت بقرار جائر المتمثل في الممنوعات العشر التي ما زلت إلى يوم الناس هذا، إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها ما زلت تحت طائلها، رغم أنها مدتها 5 سنوات، ولكن النظام ما زال مصر على إبقائها علي. ولذلك نحن نقول أولا وقبل كل شيء، نحن من أخوف الناس من أن نتورط في الدماء، ونحن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونخشى أن نظلم الناس أو أن نظلم. أما قضية الدماء التي يلعب عليها النظام فهي كما قال الله سبحانه وتعالى: وهم بدؤوكم أول مرة. وقديما قال العرب، قال المسمار للوتد، أو قال الوتد للمسمار: لما تشكني؟ قال: سلما يدقني. وقال الشاعر في أحد أبياته اللطيفة: لكل شيء إذا ما فكرت أسباب، فليس دون قرع يفتح الباب. الجبهة الإسلامية كانت جبهة تعمل العمل السياسي بطريقة سلمية لا غبار عليها، إنما وقع ما وقع عندما صادر النظام الجائر والعصابات المتحكمة في النظام صادرت اختيار الشعب وزجت بالآلاف في تخوم الصحراء حيث التجارب النووية، واستباحت الشعب الجزائري ودخلت الديار واختطفت الرجال واختطفت النساء، فوقع رد فعل. إذن فما حدث هو رد فعل على إرهاب الدولة استخدمت الإرهاب
والدليل على ذلك أن النظام في ذلك الوقت يعني جند الجيش وجند الشرطة وجند الدرك وجند المخابرات، ولم يكفي هذا فأنشأ أجهزة أمنية غير دستورية وغير قانونية المتمثلة في المقاومين ويعني الحرس البلدي، وعاسوا في الأرض طولا وعرضا، ولذلك الناس وقعوا في رد الفعل على هجمة هذا النظام. إذن فالجبهة الإسلامية للإنقاذ ليست مسؤولة عن الدماء، وقد قلت سابقا وما زلت أكرر وأتحدى وزير الدفاع، وأنا لا أتحدث عن شخص، وأتحدث الجنرالات وأتحدى جميع الناس، هاتوا بما أن النظام يقول أن سفك الدماء حرام، وهل يجوز له هو أن يسفك دماء الشعب الجزائري لأن الشعب قد اختار المنتخبين؟ ما هي الحجة التي يلاقي بها الله عز وجل فضلا على أن يلاقي بها الناس؟ لماذا أكثر من 17,000 يعني نفوا إلى الصحراء؟ فيهم خيرة الرجال وخيرة الشباب وأصحاب الكفاءات العلمية. أنت ترى بأن مثلا الأخ أنور هدام ألم ينتخبه الشعب؟ أين هو الآن؟ مشرد في أمريكا. ألم ينتخب الأخ علي بن حجر؟ أين هو الآن؟ والأسماء كثيرة جدا، رؤساء البلديات، رؤساء المكاتب الولائية، المكاتب التنفيذية، إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ. النظام استخدم إرهاب الدولة، وما حدث هو رد فعل على هذا النظام، ونحن في ذلك الوقت قلنا لا بد من حل سياسي، ولكن النظام لم يسمع. إذن ثم أيضا عندما صادروا اختيار الشعب لم نكن نحن خارج السجن، نحن كنا داخل السجن. الذي قاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ للفوز الكاسح الساحق الماحق الذي أقلق جنرالات فرنسا وأقلق فرنسا إنما هو الشهيد عبد القادر حشاني، نسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق منجات والكذب مهوات. فنحن ثم أنا معليش تسمح لنا في مقاطعة؟ تفضل. يعني وأنا يعني نقول لك تسمح لنا لأنه ما نحبش يعني أنه نجيب ضيف عبر الهاتف أو سكايب يكون بعيد ويحس أنه ربما راني حاطه في قفص اتهام، سواء الشيخ علي بالحاج أو غيره من الضيوف، أو أني نضايقه. لكن أنا مسؤوليتي نطرح لي كل الأسئلة المتواجدة، وأنا نسمع فيك شيخ أنت تقول أنه وقع فعل ورد فعل، وأنه رد الفعل مبرر بالفعل، وأنا أريد أن أفصل الفعل ورد الفعل أيضا حتى يفهم الناس. الفعل كان من نظام أنت تتهمه بأنه صادر حق الشعب وارتكب تلك الجرائم، هذا قولك، ورد الفعل من عندكم. لكن بين الفعل ورد الفعل هناك شعب وضحايا ودماء سالت، هناك أطفال قتلوا ونساء انتهكت حرماتهم وقتلنا أيضا، وشيوخ وعجائز في قرى الجزائر في كل تقريبا في كل الولايات خلال العشرية الدم. يعني كيف ممكن أن يفهم الجزائري مصطلحات الفعل ورد الفعل لما يكون القضية بمئات الآلاف من القتلى؟ هل توقيف المسار وتوقيفكم يبرر كل هذا؟ اسمعني جيدا بارك الله فيك. طيب تفضل. أنت حر في أن تطرح الأسئلة مهما كان حدتها ومهما كانت دقتها. نعم. ونشجع على هذا، وقد قلت في بداية الحصة هذه القناة وقناة العصر والقنوات الأخرى التي ستأتي إن شاء الله نرجو من الله أن تفتح مجالها للجميع. أنا ذهبت إلى التلفزة الجزائرية مرتين ومنعت من الدخول للرد عما يقال عني، ولذلك لا أريد لأي قناة تؤسس داخل الجزائر أو خارج الجزائر، والحمد لله أن لكم يعني فضل السبق أن تحجب على أي إنسان. دعوا الناس تعبر عما ما يدور في صدرها وخلجها، لا بد من تعددية. وقد قلت هذا في 2003 عندما خرجت والتقيت ببعض الشخصيات السياسية
قلت لهم لا يمكن لكم أن تمارسوا العمل السياسي في هذه البلاد ما لم تكن هنالك تعددية سياسية ويكون لكل حزب قناة تعبر عن اتجاهه، بشرط أن الحزب عندما يؤسس قناة يكون له عدد في البلديات وعدد مقاعد في المجلس الوطني الشعبي حتى لا يكون كلأ مباحا لكل من هب ودب ينشئ قناة وهكذا. إذن فنحن مع أنت حر في أن تسأل مهما يدور بخلدك من سؤال، فنحن نشجعك ونشجع غيرك ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. أنت أعطيتني فرصة، أنت تستفزني بهذه الأسئلة وأنا أحب الاستفزاز، ولا أستطيع أن أجيب إلا إذا استفز وقع علي استفزاز. نحن نقول نحن ما حدث هو رد فعل. لنأخذ مثال بسيط من باب التقريب. في ليبيا مثلا خرجوا في مسيرة، وهذه المسيرة قمعت، وعندما قمعت وقعت اشتباكات. لم يكن في ليبيا لا انتخابات بلدية ولا انتخابات تشريعية ولا انتخابات ولائية ولا حزب ولا تعددية. لماذا الغرب كله أصبح يمد الثوار بالسلاح ويقف معه؟ الآن عندنا في سوريا، سوريا ليس هنالك فيها تعددية ولا انتخابات ولا أي شيء، وخرجت مسيرات، وعندما قمعت الآن أمريكا تقول لهؤلاء الثوار لا تضعوا السلاح. أمريكا تقول لثوار المنشقين على الجيش السوري تقول لهم لا تضعوا السلاح. ولماذا الشعب الجزائري شعب أبي، شعب فيه أبناء الشهداء والمجاهدين، يعني أخرج آباؤنا فرنسا ليستعمرنا جنرال فرنسا، ومن الذي خولهم الحق في أن يغتصبوا؟ هل لأنهم يملكون السلاح والدبابة تجعل هذه الدبابة التي بيدهم أو الأسلحة التي بيدهم أن يقمعوا الشعب الجزائري؟ إذن فنحن لا نحس بأي شيء. ولذلك نقول، كنا نقول في 1992 وفي 93 قلنا لكي تكف هذه الأطراف عن إسالة الدماء لا بد من حل سياسي حقيقي وترجع الحقوق إلى أصحابها، ولكنهم رفضوا ذلك، وكل الناس يعرف أنهم رفضوا ذلك وركبوا رؤوسهم. ويا ليتهم أقول لكم، لا ليتهم عندما أمسكوا بهؤلاء الإخوة يعني في إطار قانوني وإنساني، وإنما قتلوا وذبحوا وسجنوا وفعلوا الأفاعيل التي لم تحدث في أي دولة عربية منذ سقوط الخلافة الإسلامية. ما حدث في الجزائر يعتبر جريمة فريدة من نوعها، ولا نتمنى أن يقع فيها أي شعب من الشعوب. إذن فنحن لا بد علينا أن نقول. ولذلك طيب، أنا واحد من الناس، أنا مستعد إلى أن أمثل إلى محاكمة، فهل نزار مستعد؟ هل الذين أوقفوا المسار الانتخابي على استعداد لأن يمثلوا أمام محاكمة شرعية؟ ما دام الدولة والنظام يقول هذا خروج على الحكام، نحن لم نخرج على الحكام يا أخي. الجنرالات هم الذين خرجوا على ولي الأمر، خرجوا على الشاذلي بن جديد، نحن لم نخرج، لأن الشاذلي بن جديد كان راضياً بما ستفرزه صناديق الاقتراع، ولذلك انقلبوا عليه وحلوا المجلس الوطني الشعبي الذي كان فيه بالخادم. ما المبرر أن يفتحوا المجلس الوطني الشعبي؟ ما المبرر لحل البلديات؟ ما المبرر؟ إذن هؤلاء مجرمون لن يعقدون لا اليوم ولا غدا. طيب شيخ، سأعيد طرح السؤال، يعني أنت ثاني خذنا بحلمك ويقولوا عنه في البلاد قال له خذني أنا قد عقلي. أنا لحد الآن ما جاوبتنيش على السؤال. هناك أنت تقسم 1992 1993 وما كنتم تنادون به من حل سياسي، وأن الأمور في البلاد ذاهبة إلى الانزلاق إلى اقتتال، وكانت كل المؤشرات، كنا في الجزائر وأنا كنت في الجزائر وكنت أشاهد ذلك. طيب بعدها قيل وجاءت تصريحات من وزير الدفاع آنذاك سيد اليمين زروال بأنه التقاكم في السجن، وكانت هناك محاولات لانتزاع منكم أو الاتفاق على بيان إدانة لبعض الجرائم التي كانت
تقع في الجزائر باسم الجبهة الإسلامية إنقاذ، أو جرائم لها صلة ببعض قيادات الجبهة الإسلامية إنقاذ في إطار رد الفعل الذي تقول به، ولم يحصل ذلك، يعني لم توقعوا على بيان إدانة لجرائم كانت تصلكم وتصل معلومات إليكم. أنا أتحدث لغاية 1994، لماذا لم تدينوا تلك الجرائم؟ فقط الشعب راه يسأل علاه، ما لماذا لم يدينوا إذا كانوا هم لا يريدون أن يدخلوا في أو يتبنوا أو يدخلوا أو تكون لهم أي اتصال أو شبهة بما كان يحدث من جرائم في حق الشعب؟ أجيبك ببساطة، نحن اتفقنا على أن يكون هنالك بيان توقع عليه قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويوقع عليه وزير الدفاع في ذلك الوقت الأمين زروال، لكن شريطة أن تكون هنالك تهدئة، وأيضا في نفس الوقت زروال يوقع على أن اغتصاب الإرادة الشعبية هذه أيضا مخالفة كبيرة ما كان ينبغي لها أن تكون، ولذلك هم تراجعوا وفقط يطالبون بالإدانة. ونحن كحزب سياسي وكقادة سياسيين ومساجين في نفس الوقت، احنا كنا مساجين فاقدين للحرية، قلنا لهم سبحان الله أنتم تريد، الحزب السياسي لا ليس مهمته الإدانة، الحزب السياسي مهمته أن يسعى إلى حل يرأى بالصدع ويعود تعود المياه إلى مجراها. أما أن تكون هنالك مجرد إدانة فهذه لعبة مكشوفة نحن لا ندخل فيها. أرجع أنه بين يعني في ثنايا هذه اللعبة كان هناك شعب يموت، هذا هو قصدي أنا، أن الناس كانوا يقولوا يا أخي في اللعبة السياسية هذه، أو هناك من يحاول أن يكتبكم إدانة ويستفيد منها ربما كما فهمت منكم، أو أنتم رافضين أن تدخلوا في هذه اللعبة، لكن بين هذا وذاك كان فيه شعب يموت، كان فيه ناس مسكين سلاح في إطار رد الفعل، وناس ربما استغلوا مجموعات أخرى واختلط الحابل بالنابل وصارت جرائم في حق الشعب الجزائري، ولم تتم الإدانة هنالك. طيب. نحن كنا قلت نحن كنا نسعى إلى حل سياسي ليس مجرد الإدانة. الإدانة قد تمت من كثير من الناس ولم تتوقف الدماء إلى يوم الناس هذا. أنا أتحدث معك وهنالك طائرات ما زالت تقصف الجبال، وما زالت هنالك المخابرات تأخذ الناس إلى يوم هذا، وما زال التعذيب لحد الآن. أين نحن لحد الآن؟ القضية ليست قضية إدانة وعدم إدانة. الشعب الجزائري نحن كنا نريد إنقاذ الشعب الجزائري بحل سياسي حقيقي يا أخي. نحن نريد حل. جنوب أفريقيا وقع فيها حل، كثير من الدول وقعت فيها حروب أهلية، عندك في لبنان ووقع الحل، لم تقع الحلول ولم تكف الدماء إلا بحلول سياسية. كل الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم انتهت بحلول سياسية بوجود الطرفين أو جميع الأطراف التي يراها الكثير من الناس أنها مسؤولة على طاولة المفاوضات، ويخرجون بقواسم مشتركة وتعطى الحقوق إلى أهلها وتعالج القضايا وتطوى صفحة، وليست الجزائر يعني بعيدة. أنتم في بريطانيا ما الذي حدث في تاريخها، وأمريكا ما الذي حدث في تاريخها، وفرنسا ماذا حدث في تاريخها؟ هنالك حروب أوروبية دامت 30 سنة، ولكن الآن أدرك الأوروبيون وأدرك الأمريكيون بأن الحلول، بأن الصراعات المسلحة تنتهي بحلول سياسية. كيف يعقل أن نمنع الآن من حقوقنا السياسية برلمان المفروض أنه يدافع عن الشعب ويدافع عن حقوق الشعب، نمنع الآن من ممارسة حقوقنا السياسية والمدنية بقانون جائر ظالم؟ سنتي لذلك، مازال الوقت شيخ علي، مازال كثير من الوقت، سأعطيك مزيد من الوقت للحديث عن الآن قانون المصالحة وموقع الجبهة الإسلامية إنقاذ ونظرتكم إلى ما يحدث الآن في الجزائر. لكن قبل ذلك أريد يعني مثل ما يقولوا الجزائريين على الأقل نفريوها في اللي فات، يعني على الأقل أريد أن أعطيك بعض العناوين وأنت عندك الحق أنك تجاوب عليها. أعطيك عنوان أول، مذبحة بن طلحة، مذبحة الرئيس، مذبحة بن مسوس، مذبحة الرمكة، عناوين لمذابح وقعت في الجزائر. أين أنتم من
من هذه المذابح وما جرى؟ لا بد من إعادة التحقيق فيها ومن هم أصحابها وأي كان الطرف، أي كان الطرف الذي يرتكب مجزرة ويقتل الأبرياء ويقتل النساء فهذا شيء مخالف للشرع قولا واحدا لا فيه لا ليس فيه نقاش، لكن غاية ما في الأمر أن تكون هنالك تحقيق محايد من لجنة محايدة هي التي تعرف الحقيقة، ثم يأخذ كل إنسان حقه بنص الكتاب والسنة، وإذا لم يريدوا الكتاب والسنة فليذهبوا إلى محكمة حيادية تعطي كل ذي حق حقه. نحن لسنا مع قتل الأبرياء، ولسنا مع قتل النساء، ولسنا مع قتل الأطفال، وهذه مسألة يعرفها العام والخاص، وليس هنالك في الفقه الإسلامي ما فيه اعتداء على الأبرياء، لكن هذه المجازر هنالك من يشكك فيها، وهنالك شهادات لضباط في كانوا في وسط الجيش الوطني الشعبي يقولون أن الجيش هو الذي ارتكبها. نحن لا نقول هكذا ولا نقول هكذا، نحن نقول لا بد من تحقيق ولا بد من محاكمات كما هي الآن ستجري المحاكمات. أنت من كان يتصور بأن الأخ جبالي يصبح رئيس؟ كان هل لأن النظام ما زال قائما نصبح نحن يعني متهمون حتى إذا ما سقط النظام نصبح نحن أبرياء؟ لا، الوضع ممكن شيخ تتفق معي يعني على الأقل في هذه النقطة، أنه الوضع في الجزائر مختلف قليلا، أنه حجم الكارثة كان يعني كبير 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 يعني، وما حدث أضخم بكثير ما حدث في تونس. ربما كنت في السجن أنا ذاك، لكن أكيد بعد خروجكم من السجن القصص اللي تروات لك وأيضا الأشرطة اللي شفتها، الصور اللي شفتها، شيء مروع يا شيخ. وكنا هناك، كنت تقول الآن في الإجابة أنه لا يوجد قضايا في الفقه الإسلامي قضية القتل وكذا. أنا أريد يعني أنت جبتني لمحور كنت أريد أن أطرحه، وقضية الخطاب الديني الذي كان متوفر آنذاك وكانت تقول به قيادات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المنهج التكفيري الذي شاع آنذاك، الفتاوى التي كانت توزع في الجبال وكانت تفتي بقتل ولد الشرطي، ولد الدركي، ولد الخدام في الموظف العمومي، وقتل الصحفي أيضا، وأكيد اطلعتم على كثير منها، مجلة الأنصار وما كان موجود فيها، أسماء حمزة المصري وأبو قتادة، هذه ماهيش في الخيال، هذو ناس كانوا موجودين يفتون، وكانت فتواهم مرجعية في جبال الجزائر، وعلى أساسها قتل الكثير من الجزائريين. ما قولك في هذه النقطة؟ هذه الآن مسائل، أولا وقبل كل شيء نحن ينبغي علينا أن نتحدث عن جذور الأزمة. طيب. لا نتحدث عن أعراض الأزمة. هذه أعراض، هذه الأعراض جاءت بعد ممارسة النظام لإرهاب الدولة. نعم. لو أننا الآن تعطيني 10 سوايع لأعدد لك جرائم الدولة، ولو أنك تفتح القناة إن شاء الله للمظلومين والمقهورين وعائلات المختطفين لسمعت العجب العجاب. نحن نتحدث الآن في هذه الحصة، نتحدث في ساعة هذه، نتحدث في يعني خطوط عريضة لا أكثر ولا أقل، لأن التفاصيل تحتاج إلى وقت كبير. نحن نتحدث أن هنالك أزمة وقعت في الجزائر، ويعني نجم عن هذه الأزمة ردود أفعال، هذه الردود الأفعال جاءت بمثل هذه الآثار التي يتألم لها الجميع كما هو معروف عند العام وعند الخاص. لكن اسأل الشعب الجزائري، أغلب الشعب الجزائري يقولون الآن والله لو لم يوقف المسار الانتخابي ولم يفعلوا كذا وكذا لما حدث الذي حدث. نعم. إذن المسألة لابد أن نعرف بأن هذه الأزمة لها جذور، يعني نحن الآن أصبحنا نركز على أعراض المرض وننسى يعني أصل المرض وأصل الداء. كالذي يريد أن يعالج البثور التي موجودة في الجلد يريد أن يعالجها بالمراهم ولا تشفى من ذلك، فيتضطر إلى أن يعرض نفسه على إخصائي، وهذا الإخصائي يحلل الدم ليعرف من أين تأتي هذه البثور.
فلا بد أن نفرق، لا نقف عند الآثار دون أن نسأل عن الجذور العميقة لهذه الأزمة. ثم أن النظام الجزائري لم يحل أي أزمة سياسية في تاريخه منذ 62 إلى يوم الناس هذا عن طريق الحوار. في 62 وقع الانقلاب، وفي 63 رفع السلاح من طرف أيد أحمد ضد النظام، وأيضا في 65 نفس الشيء بالسلاح. هذا النظام عنده عقلية أنه يحسم جميع الخلافات السياسية لا عن طريق الحوار ولا عن طريق المفاوضات ولا عن طريق طاولة حوار، وإنما يفض هذه الخصومات السياسية عن طريق السيف والقهر والسجن والمتابعة والملاحقة والتصفية بجميع ألوانها، التصفية الإعلامية بحيث لا يسمح لنا. ربما أول يعني هذه ربما من المرات القليلة التي يفتح لي المجال لأن أتحدث، وأنا ممنوع الآن يعني في الحقيقة أن أتحدث في القناة الجزائرية، وممنوع حتى أن يجرى معي حوار مطول في أي جريدة من جرائد الجزائر، حتى أن الوزير الأول صرح يوم الأيام وقال لهم لا تفسحوا لهم المجال لكي يتكلموا. إذن فالقضية ينبغي علينا أن نكون ناس واعين. ما حدث في ليبيا وما يحدث الآن في اليمن وما يحدث في سوريا وما يحدث في كذا إنما هو سببه الاستبداد، وبالطبع مقاومة الاستبداد ومقاومة الطغيان لا بد لها من ضحايا ولا بد لها، وهكذا قال التاريخ وسوف وهذه سنة الله تبارك وتعالى. عندما يكون هناك مستبد لا يتنازل إلا بالطريق رد الفعل الذي يلجمه حقه. ثم مبدأ مقاومة الأنظمة الفاسدة مبدأ معروف شرعا ومعروف أيضا حتى عند الثقافة الغربية. طيب شيخ علي تصبر معنا 20 دقيقة أخرى نتحدث فيها عن قانون المصالحة ووضعكم الآن وحديثكم الآن عن إمكانية أو مطالبتكم للجبهة الإسلامية الإنقاذ بأن يكون لها موضع في الحياة السياسية الآن في الجزائر. سأعطيك 20 دقيقة لاستبيان وأسألك بعض الأسئلة الخفيفة حول ذلك، لكن قبل ذلك 5 دقائق هذه اللي قبل قلت أنه في كل أزمة يكون فيها ضحايا، لكن الضحايا عادة هم أطراف في النزاع. سؤال أخير في هذا الجانب حتى لا يعني نستفيض به كثيرا، وقد سألتك 3 مرات هذا السؤال. لما يعني يدخل مجموعة يقال أنه كانت مجموعة مسلحة، وهناك من قال أنه مجموعة مسلحة مخترقة من طرف الأمن، ناس قالوا أنه مجموعة متطرفة فكريا ولديها فتاوى يعني موجودة عندها مؤصلة وتم استغلالها، لأنه واحد متطرف حتى هنا في بريطانيا موجودة يعني متطرف يسرد استغلاله وتم استغلالها، تدخل على قرية وتبيد شعب كامل يعني ما هوش طرف حتى في النزاع. هذا هو كان جوهر سؤالي لما سألتك عن بن طلحة والرايس، أنه من قتل شعب جزائري أعزل ما عندوش علاقة في النزاع. فقط لو تكمل الفكرة في هذه الناحية حتى ننتقل إلى حديث أمور سياسية وحول قانون المصالحة. سأجيبك ولكن بسؤال. طيب طارة يكون الإجابة بسؤال لتتوضح الأمور. هل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ضحية نظام استبدادي، نعم أم لا؟ مش أنا بجاوب على العموم يعني أنت تجاوب. أنت لا تجيب، أنا أطرح السؤال وأترك المشاهد وأترك الناس هم الذين سيجيبون بفطرتهم التي خلق الله الناس عليها. طيب يا سيدي القضية كانت مرتبطة أكثر، وأنا قلت ما زيش نسألك في هذه القضية لأنه استفضنا فيها والوقت لا يبقى، يعني هي قضية مرتبطة بعائلة أم كانت في بيتها وجاء كما قالوا جاءوا الخوانجية ذبحوا فينا. هذه ربما يعني يوم القيامة ولا قدام المحكمة لو يمسكوها تحب تسأل من قتلني ولماذا يعني وتحت أي شعار فقط، ولأنه لو كان 1 أو 2 ربما كان السؤال يخف، لكن لما تكون 250 ألف ربما السؤال يصبح ملح، وخاصة الآن ونحن نتحدث عن فترة قادمة إن شاء الله تكون زاهية في الجزائر فقط.
طيب شيء، طيب اذا كنت عندك اضافه قبل ان نذهب الى القضايا السياسيه الاخرى. قد اجبت على هذا السؤال في تضاعيف الكلام، واللبيب بالاشاره يفهم. جميل. الان الشيخ علي بالحاج، وضع قانون المصالحه الوطنيه بعد مروره بمراحل، يعني كان تسميات الوئام المدني وتسميات اخرى في عهد اليمين زروال، ثم تبلورت الفكره في قانون مصالحه، ووضع هذا القانون للاستفتاء للشعب الجزائري وصوت بهذا الاستفتاء، وانت عارف مواد هذا القانون. اولا كيف يعني وضع الجبهه الاسلاميه للانقاذ يعني القانون، وكانه فصل في الحكايه، والشعب هم اصحاب القانون يقولوا الشعب فصل في الحكايه، الشعب هو اللي صوت وقال باللي المسؤول هي هذه الجهه، واي واحد في الماده 46 يطالب بتحقيقات الشعب راه قال عن طريق هذا الاستفتاء انه سيعاقب. ما قولك، ما قولك في يعني هذا الوصف لهذه الحاله؟ على كل حال هذا يدل على ان الازمه فعلا كانت سياسيه ولم تكن اجراميه، بدليل انهم قاموا بقانون الرحمه، وقانون الرحمة قرار سياسي. نعم. ولكن هذا القرار السياسي لا، ليس هنالك مجرم يكون في حقه قرار سياسي، وإنما يكون في حقه العفو كما هو معروف الحق العام. نعم. أما أن يتخذ قانون الرحمة فهو إجراء سياسي، وإجراء سياسي هذا يدل على أن جذر الأزمة سياسي. نعم. ثم بعد ذلك عندما ذهب زروال جاء بعده الرئيس الحالي بوتفليقة، والذي قال سأطفئ نار الفتنة، والذي صرح في كراس مونتانا على أساس أن مصادرة اختيار الشعب كان خطأ، وقال لو كنت شابا في ذلك الوقت لصعدت إلى الجبال. إذن فهو يعرف بأن ما حدث للجبهة الإسلامية يعني خرق وتعدي على اختيار الشعب. ثم بعد جاء بقانون الوئام، وقانون الوئام أصدرته رئاسة الجمهورية وهو أيضا قرار سياسي. ثم بعد ذلك جاء قانون الوئام الوطني، وجرى بعد استفتاء وهو أيضا قرار سياسي. نعم. هذه قرارات سياسية لأزمة سياسية، ولكن كان المراد بها جميعا هذه قانون الرحمة وقانون الوئام الوطني وقانون السلم والمصالحة، كلها كانت ترمي إلى حل أمني وليس إلى حل سياسي. ولذلك وقعت المغالطة عندما طرحوا السؤال هل أنت مع السلم أو ضد السلم، من هذا الإنسان الذي يكون مع السلم؟ كان السؤال المفروض أن يكون دستوريا، ولذلك يقال أن الاستفتاءات يعني فخها في صياغة السؤال المستفتى عليه. لو أنهم طرحوا سؤالا وقالوا هل يكون الحل لهذه الأزمة سياسي أو أمني، لاختار الشعب الجزائري أن يكون سياسيا، ولكن هنالك مغالطة وقعت للشعب الجزائري. ثم هذه واحدة. ثم نقطة ثانية، أن هذا القانون ليس له أي قيمة، يعني لا دستورية ولا شرعية ولا أيضا حتى بمثال يعني القوانين حقوق الإنسان وأيضا المواثيق الدولية، لأنها جرمت الضحية وبرأت الجلاد، ولذلك لكن الصوت، لكن الشعب صوت عليها، وهذه مهمة. هاي الشرعية متاعه من الشعب، مثل ما كانت الشرعية متاعكم من الشعب. هو الشعب صوتك الفرصة، الشعب اطلع على مواد، يعني لم يجيب على سؤال، هو كانت فيه وثيقة المصالحة وفيها كل المواد، والشعب قرأ المادة 46 والتجريم اللي فيها والمواد اللي قبلها وتحديد المسؤولية وكل الديباجة اللي جات، وصوت الشعب واقتنع بهذيك. هاي عندهم شرعية هذه الوثيقة، وثيقة المصالحة. على كل حال هذه الشرعية زائفة، لأنها ما بني على باطل فهو باطل. لا يمكن لك أن تستفتي الشعب في مصادرة حق آخر، حق الشعب يعني شريحة كبيرة في المجتمع، من فرد واحد. لا يستطيع الشعب أن يمنع فرد واحد من حقه في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، فضلا على شريحة يعني شريحة كبيرة يعني نجحت مرتين اثنتين. إذن فالقضية هذه، وإذا سألت رجال القانون الدستوري والقانون العام والخاص
كلهم سيجيبون بمثل هذا الجواب الذي أجبتك به، ولذلك نحن لا نطعن. هناك اختيار شعب وهنالك الاستفتاء، والاستفتاء هذا جاء مخالف للشرع، لأن لا بد من محاكمة ولا بد من تحديد المسؤولية للأطراف. هل تظن أنك مثلا أن عندما تطرح مثل هذه الأسئلة، أنا العبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى، أو الشيخ عباسي مثلا، هل هؤلاء يعني قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ عندما صدر في حقهم حكم من المحاكم الدولية بأن ما حكمنا به لا أصل له وليس له، لأن المحكمة عسكرية والمحكمة العسكرية محكمة استثنائية لا قيمة لها، وطالبوا الحكومة بأن تعيد لنا الاعتبار وأن تعوضنا، ولكن النظام لم يفعل هذا. إذن فالقضية ليست قضية أن هناك اختيار شعبي، وإنما هنالك تحايل لا أكثر ولا أقل، وهذا القانون معروف بالبطلان كما هو معروف عند، وقد سألتم كثير من القانونيين سيجيبونكم على هذا السؤال. جميل. كان هناك قانون آخر، أو كان مشروع قانون، هو مشروع قانون الأحزاب اللي يدخل في إطار الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس الجزائري بوتفليقة، قدم للبرلمان وأيضا تمت المصادقة عليه من طرف نواب الشعب، يعني الشرعية عنده هذا القانون أيضا، ويمنعكم من الممارسة السياسية لأنكم أنتم من تسببتم في الأزمة. هذا قولهم، ونحن نعم. لسنا ملزمين بقولهم. نعم. هذا قولهم وهذا نظرتهم. طيب. أولا البرلمان الجزائري ليس عندنا برلمان، عندنا غرفة تسجيل، وعندنا برلمان فاقد الشرعية في الحقيقة، وليس لأننا نحن نعارض هذا النظام، نقول هذا من داخل البرلمان هنالك أحزاب يعني كانت تنادي بحله، فما بالك بنا نحن الذين لا نرى شرعية لهذا البرلمان. ثم أيضا هناك مسألة ينبغي علينا أن نعرف، البرلمانات ليس من مهامها أن تصادر حقوق الشعوب في ممارسة حقوقها السياسية والمدنية، هذه سابقة خطيرة في تاريخ البرلمانات في العالم. ثم أيضا أن الجزائر أيضا موقعة على اتفاقيات دولية في الحقوق السياسية والمدنية قد خرقتها وداستها برجلها. إذن فالجزائر ينبغي علينا أن ندرك النظام الجزائري المتعفن هذا الذي تحكمه عصابة من عصابات جنرالات فرنسا، هذه هي التي تصوغ الحياة السياسية في البلاد كيفما تريد وبالطريقة التي تريد. طيب شيخ، منذ تتحدث عن الأحزاب عندي فقرة مخصصة للأحزاب، يعني أنتم حزب سياسي، لما تم توقيف المسار الانتخابي كانت هناك أحزاب طالبت أو استنكرت وطالبت بعودتكم، أذكر حزب القوى الاشتراكية، جبهة التحرير الوطني آنذاك، حزب العمال أيضا، وشخصيات وطنية أخرى طالبت بإعادة المسار الانتخابي وإعادة المسار الديمقراطي وبالتالي عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. بعد 20 سنة من هذا المشهد نرى أن كل الأحزاب السياسية يعني غير نصها غير مبالي برجوعكم للساحة، ونصفها صوت لصالح منعكم من الرجوع للساحة، لماذا في رأيكم؟ وأنا أتحدث عن أحزاب كبيرة، يعني أنت تتحدث عن حركة مجتمع سلم، تتحدث عن التجمع الوطني الديمقراطي، عن الجبهة جبهة التحرير الوطني، تتحدث عن حزب العمال الآن، وأيضا حركة النهضة، حركة الإصلاح، هذه الأحزاب اللي راهي موجودة في البرلمان وأنت تعرف موقفها من عودتكم من الساحة السياسية. يعني كيف تقول لحزب سياسي أو قادة لحزب سياسيين كل الفاعلين السياسيين الحاضرين نصهم غير مبالي ونصهم رافض أنه يرجع للساحة السياسية؟ نحن أولا نشكر كل حزب وكل قائد سياسي أو زعيم سياسي نادى بحقوقنا السياسية والمدنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن هؤلاء الذين نادوا هؤلاء نادوا في التسعينات، أما هؤلاء الذين هم القائمين على الأحزاب الآن هم غير من كان في ذلك الوقت.
فلا بد علينا أن نفرق بين من نادى بحقنا في ذلك الوقت ثم حتى في هذا البرلمان هنالك من امتنع، هنالك أحزاب امتنعت وهنالك أحزاب لم تصوت ما عدا حزب جبهة التحرير، وإنني أتعجب من حزب جبهة التحرير، يعني في الحقيقة يأخذ بنصيحة نزار الذي كان يعني في جيش فرنسا ليمنع الشيخ عباسي الذي كان من الرعيل الأول من مفجري ثورة نوفمبر، سبحان الله العلي العظيم. يعني في الحقيقة ثم بعد ذلك ما دام هذا النظام قائم لن يكون هنالك حل للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولكن سوف يأتي اليوم إن شاء الله تعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ، طال الزمان أو قصر، وما ضاع حق وراءه طالب. طيب أنا كنت يعني كنت أنتظر منك أن تتحدث حتى عن أحزاب أنا أشرت إليها هي من في نفس توجهكم، يعني ما يسمى بالأحزاب الإسلامية أو ذات التوجه الإسلامي مثل حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح. أيضا يعني البعض يعني رفضه محتشم، وموقف الأحزاب كيف قراءتكم لتطور موقف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي من قضية الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال 20 سنة الماضية؟ ما هي قراءتكم لذلك؟ أولا الأحزاب الإسلامية القيادة شيء والمنضوين تحت القيادة ربما فيها أشخاص طيبين ويدافعون عن حق الجبهة الإسلامية، ولكن العبرة بالقرار السياسي للحزب. نحن نعرف بأن هذه الأحزاب في قواعدها بل في إطاراتها من هو مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويريد أن تعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ لممارسة حقوقها ويعترف بالظلم والحيف الذي وقع بها، ولكن نحن نتعامل مع القرار السياسي للحزب وليس مع الأشخاص مهما كانت نواياهم ومهما كان تعاطفهم. لا بد أن نفرق بين الأمرين اثنين، نحن نتعامل مع القرار السياسي للحزب ولا نتعامل مع الأشخاص الطيبين داخل الحزب. ولذلك وأيضا في نفس الوقت نحن نتمنى لكل الأحزاب الإسلامية سواء في الجزائر أو خارج الجزائر أن يكون لها الفوز، ولكن الأحزاب في الجزائر الأحزاب الإسلامية في الجزائر قرارها ليس بيدها، أقصد بمعنى القرار السياسي ليس بيدها وإنما هو بيد غيرها. طيب شيخ ما زلت 10 دقائق في هذا الحوار إن شاء الله، أنا نعطيه لك يعني فرصة 10 دقائق وربما 11 أو 12 ليس إلا. نتحدث عن قضية عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أين الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ لا نسمع إلا شيخ علي بالحاج وبعض من العناصر يعني التابعين أو المعجبين أو مناضلين ما زالوا أوفياء للجبهة محيطين به في مسجد من مساجد العاصمة، وهو يعبر عن موقفه، وفيه شيخ رئيس الحزب شيخ عباسي مدني ما زال له أيضا موقف وحضور في الساحة السياسية. عدا ذلك هناك من يقول لا وجود للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الشارع الجزائري، وذلك الخطاب وذلك الفكر يعني ما بقاش في الجزائر، يعني كانت فترة الناس كانوا كارهين من الجبهة اللي كانت حاكمة لفلان وصوتوا رد فعل لتلك، كانت نزوة وذهبت إلى حالها الآن لو راجعت، أو لا الآن مش موجودة الجبهة، لكن إذا رجعت كما يقولون فلن يكون لها ذلك النصيب وذلك الزخم، وربما تتحول إلى حزب سياسي سلفي في اتجاه معين ويروح في يعني قفة أو في شبكة الأحزاب الموجودة اللي تنشط في الجزائر. هكذا كانوا يقولون على الأخ راشد الغنوشي ذكره الله بخير، كانوا يقولون تونس، كان الواحد يعني في تونس لا يستطيع أن يذكر راشد الغنوشي في القهوة، حتى قالوا بقى راشد الغنوشي وانتهى، وإذا عندما سقط النظام عاد الأخ الغنوشي كأحسن ما يكون وحاز على قصب السبق والحمد لله رب العالمين، وهذا ما حدث في المغرب وحدث في مصر وسيحدث إن شاء الله في ليبيا وسيحدث بإذن الله. حتى هذه الدول لم تكن الحركة الإسلامية، بعض كثير من الناس يقولون أنها ماتت وليس لها، أما الجبهة الإسلامية ليس فيها الشيخ عباسي أطال الله في عمره
والعبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى، وإنما فيها رجال، والحمد لله رب العالمين، وكل يعمل في مجاله وفي بطريقته، وريثما يأذن المولى تبارك وتعالى بالعودة. ونحن لسنا بلها حتى في ظروف أمنية استثنائية، كل من يتحرك يلقى عليه القبض والملاحقة والمتابعة، ولكن رغم ذلك أننا أقول بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زالت تحظى بقاعدة شعبية واسعة والحمد لله. وإذا أراد النظام أن يكذبنا في هذا أو الصحافة أن تكذبنا في هذا، أعطنا الاعتماد ثم بعد ذلك تقطع جهيز قول كل خطيب. طيب سأرد عليك يعني هذه الحكاية إن استطعت، و يعني أرجو من الله أني أستطيع يعني، وأعتقد أني أستطيع، لكن من باب آخر. هناك أيضا من يسأل، وتحاورت أنا مع الكثير من يعني القيادات الإسلامية في تونس وأيضا في مصر وفي المغرب هنا في لندن، وكنا نتحدث عن قضية الخطاب الإسلامي، تطور الخطاب الإسلامي لدى الأحزاب الإسلامية، ومن يعني من هذا النقاش طرحت قضية المراجعات. فأنا أسألك سؤال واضح، لو أعطي لكم الاعتماد الآن ورجعتم الآن، أنتم الشيخ علي بالحاج ورجع الشيخ عباسي مدني وقالوا لكم يلا عملوا مؤتمر ولكم الفرصة أن تنشطوا مرة ثانية كحزب سياسي، هل ستستخدمون نفس الخطاب السياسي الذي استخدمتموه في 1990 و 1991 لغاية دخولكم للسجن؟ وأؤكد، هل لو رجعتم إلى 20 سنة من قبل ستوظفون نفس الخطاب؟ أولا وقبل كل شيء، موضوع الخطاب فيه شقين. نعم. فيه الشق الأول وهو شق الثوابت. نعم. التي لا تتبدل ولا تتغير ولا نستحي من ذكرها والدعوة إليها. نعم. وهنالك الوسائل والأشخاص والأولويات، هذه المتغيرات يعني أيضا محل أخذ ورد، ويعقد مؤتمر وتحدد فيها الأولويات، أولويات 91 أو 92، ليست هي أولويات 2011 هذه. أما جوهر الخطاب الإسلامي القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثوابت الشريعة وقواطعها، فهذا لا نبدله ولا نغيره، فإذا بدل وغير نحن لسنا من أولئك. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. شيخ علي بالحاج، يعني وأنا أسألك في بعض الأسئلة وأنت تجيب، يعني هناك يعني بعض المواطنين في الجزائر يسمعوا هذا الخطاب ربما لا تصلهم الفكرة، يعني اللي يسمعنا السياسي ويسمعنا الإعلامي، يسمعنا الفقيه ويسمعنا الأقل، ويسمعنا التابع وتابع التابع والبسيط والغير متعلم، يعني أيضا يعني في درجات، يعني بيجيك واحد يقول لك يعني ما الذي تقصد بالثوابت الكبيرة وأنه سنطبق الإسلام، يعني في عدم فهم. هو شاف، هو عنده أمثلة على الأرض، يعني واحد ساكن في سطيف أو ساكن في وهران غليزان أو في بعض الدواور، فجأة جات صحوة إسلامية في الجزائر والناس طلقت الحي وكحلت عينيها وقصرت السراويل وبدأت الفتاوى في الجزائر الكل ولا يفتي. أنا نهضر لك يعني نتكلم لك الآن بمصطلحات اللي عشتها وعشوها كل الجزائريين، وصو هذه متبرجة وهذا كافر وهذا منافق وهذا، وأنت تعرف ما فعلت هذه الكلمات في المجتمع الجزائري من تشكيك أيضا في مصطلح الدولة الإسلامية، تشكيك في مصطلح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأنه هذو ناس جاوا، يعني واحد ما عندوش شهادة الابتدائية، هذا وين دخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ افتال الناس وبدأ يصفط، هذا كافر، هذا منافق، هذا أقل. وهذا أنا نحبك يا شيخ علي لما جاوب على الأقل تراعي المواطن البسيط وأن تعطيه إجابات، يعني ما تقولوش أنه نأتي ثوابتنا نطبق الإسلام، نريد كان يعني تبسط لنا شوية هالحكاية لو تفضل.
والله لو تفضلت أنت طرحت جوهر الموضوع في آخر الدقائق. يا سيدي نزيدوك شوية سيدي، ما عليه. طرحت جوهر الموضوع لماذا؟ لأن الكثير من الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي سواء في الدول الأخرى بدأت تتحدث عن الخطاب. الخطاب القرآن الكريم هو في حد ذاته عندما عرفه العلماء هو خطاب الله عز وجل للمكلفين. نحن ليس لنا خطاب إلا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا كان هناك من أساء فهم الكتاب والسنة، هذا لابد أن نعلمه وأن نرفق به وأن نشرح له وأن نبين له. هذه مسألة أخرى. الجهل لا يكون عن طريق الإقصاء. ثم بعد ذلك نحن هل هذا الخطاب نغيره لإرضاء الغرب أو لإرغاء الجنرالات، أو هذا الخطاب في الحقيقة نقصد به الشعب؟ ثم بعد ذلك ما على هؤلاء الناس؟ طيب وليكن خطابنا فرضا أنا أتحدث فرضا، جان ماري لوبان عنده خطاب متطرف، إسرائيل دولة دينية عندهم خطاب متطرفين، وأيضا في أمريكا هناك أحزاب متطرفة ولكن تنشط، والشعب هو الذي يقصيها. دعونا من المتطرفين واقصونا بالصندوق وانتهى، أما أن تقصونا بالدبابة وهذا الذي لا نرضاه. نعم وليكن خطابنا يا سيدي متطرفا، نريد إقصاء عن طريق الصندوق ولا نريد إقصاء عن طريق القمع وعن طريق السجون وعن طريق المخابرات وعن طريق كذا. أما أن نحسن خطابنا للغرب فنحن، ربي قال في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا سيدي خلينا أنه يرضى الشعب الجزائري عنكم لأنكم أنتم قادة، وكل قيادة حزب لما تروح للانتخاب هي ترجو أن يرضى عليها الشعب يعني وأن يصوت عليها. في هذه النقطة بالذات، هل هناك يعني آخر سؤال وسؤالين، هل هناك يعني داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وداخل يعني بيناتكم أنتم كقيادات وكمسؤولين في الجبهة تفكير في يعني جلسة لمراجعة كل هذه الحقبة وتطوير خطاب سياسي كحزب سياسي تعرضوه للشعب وتقولوا أنه هذه هي الجبهة التي نرجو الآن في 2012 أن تقدم مشروعها للشعب الجزائري؟ لأنه أصلا حتى الشعب الجزائري 2012 ما هوش هو تبع 1990 يعني. هل هناك تفكير في مراجعات داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ أولا هذه كلمة المراجعات أنا لا أحبذها، لأن في هناك تراجعات يسمونها مراجعات. لا. أنا أتحدث على أساس أن الأولويات هي التي تتغير. لا. والخطاب بينت لك ما لا يتغير فيه. لا. قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، هنالك شيء في كتاب الله عز وجل لا يتبدل ولا يتغير، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما قضايا الوسائل وقضايا الأولويات فتتغير من الصباح إلى المساء. نعم. يعني هذه أشياء. وثم بعد ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ تأسست فإنها لا تقدم على شيء حتى تتداوله، وفيها جميع الأطراف، فيها الذي يرى هذا الخطاب وفيها، ولكن يؤخذ رأيها برأي الجماعة، وحتى العبد الضعيف إلى الله عز وجل قلت أشياء ولم يؤخذ بها، ولكن ما دام الجماعة اتخذت ذلك الرأي مشيت مع ذلك الرأي كأنني متبني، والحمد لله رب العالمين، فأمرنا شورى بيننا ونتداول الأمر من جميع جوانبه ونرى ما هو صالح. والاجتهاد السياسي ليس هو الاجتهاد الفقهي، لأن الاجتهاد الفقهي له ضوابطه والاجتهاد السياسي له أيضا ضوابطه وظروفه وأماكنه وإجاله وسائله، فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. أما أن الآن هنالك حملة عالمية، إذا تحدث إنسان، عبد الجليل تحدث عن الشريعة قامت أوروبا، ما دخل أوروبا بما يقوله عبد الجليل أو يقوله فلان أو فلان أو فلان؟ لماذا يريدون وصاية علينا؟ هل نحن نتدخل في انتخاباتهم وما تفرزهم صناديقهم؟ لماذا نحن يعني عندنا هزيمة نفسية إلى هذا الحد؟ سبحان الله. منطق هذا شيخ، هذا منطق من له القوة، هذا موضوع آخر. أنا عندي آخر سؤال ربما نختم به. هذا اللقاء يعني أنتم كل يوم جمعة تلتقون في مع أنصاركم في مسجد العاصمة، تلقون خطبة ثم تعتقلون فيما بعد،
ثم يفرج عليكم، يعني حتى الناس تعرف يعني هذه الجزيئة الصغيرة هكذا نختم بها. أنت لما يعتقلوك تقعد ساعة ساعتين، ما هي الأسئلة؟ ما الذي يدور في مخفر الشرطة أو قسم الشرطة في خلال هذه السويعات؟ يعني كل جمعة علي بالحاجة يتكلم، يروح يعتقلوه وبعدين يخليوه يطلقوه صراحة ولاة مسلسل. ما الذي يجري في كل مرة في التحقيق يعني؟ بكل بساطة أجيبك، أخشى أيضا أن يلقى علي القبض عندما أنزل من المنزل إن شاء الله، لأنني أجريت معك هذا الخطاب. لا ولا نرجو ذلك يعني، على لا نرجو ذلك، أرجو الله السلامة إن شاء الله. إن شاء الله ألا نعمل لأن ندخل للسجن، ولكن إذا كان مواقفنا ستوصلنا للسجن فأهلا وسهلا بالسجن، والسجن ومنزلي عندي سواء والحمد لله رب العالمين. لكنني أقول لك أنا أرفض الإجابة على أسئلة الضبطية القضائية، لا أجيب، وأقول لهم أنا أعترف بما أقول، وإذا عندكم مسألة تفضلوا عندكم العدالة. هذا هو ديدني، لا أزيد معهم ولا أنقص. هم يقومون بما يقومون به، يأخذونني وأنا مستعد والحمد لله، لا أدخل معهم لا في نقاش ولا في أخذ ولا في رد. يطرحون الأسئلة ويقول عندك الممنوعات العشر، قل له ممنوعات العشر 5 سنوات، يقول لك لا إلى يومنا هذا ما زلت متابع بالممنوعات العشر. هل هناك شيء في هذا النظام؟ يعني أقول لك يعني ربما الوحيد الذي يتعامل معي النظام بهذه الطريقة. وأنا قلت لك قبل، أنا لو كان عندي جواز السفر أريد أن أخرج وآتي هناك إلى بريطانيا وآتي إلى الدول العربية، وسوف يرى العالم إذا كان هنالك قضية واحدة سترفع علي مثل ما رفعت على نزار، لأنني فعلا أعرف بأنني لم أرتكب جرما، ولا الشيخ عباسي ارتكب جرما، ولا الجبهة الإسلامية ارتكب جرما، كلهم كانوا يعملون في الشرعية وفي إطار قوانين الدستور والجمهورية الجزائرية، ووقع الحيف ووقع الاختصاب فكان مكان. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا النظام أن يسارع إلى حلول حقيقية سياسية حقيقية قبل أن يحدث له ما حدث في الدول الأخرى. والله نسأل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، وبارك الله فيكم. أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بالحاج على تلبية هذه الدعوة وهذا اللقاء في هذه التغطية المتواصلة والمباشرة من قناة المغاربية.